السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. انتوكسيكاسيون كريمينال، هذا يعني توكل تسمم الاجرامي. شي واحد بغى ينتقم من واحد ولا وحده من واحد ولا وحده من وحده، علي كاع الاشكال موجوده يعني. هو آفة موجودة في المغرب بكثرة، و يعني انا فاش كنت يعني صغير، ما كنت في السطات، كنت كنشوف كثير من الشبان كانوا تيمشيو للمستشفى ديال برشيد، وكانوا كلهم شباب يعني في 20 و 22 سنة، وكلهم يعني وقع على ما وقع من جراء هذا يعني التسمم الإجرامي. هو ليس هناك أبحاث في الغرب لأنهم ما موجود، والبحث الشخصي اللي قمت به أنا تقريبا يعني في استقاء بعض المعطيات وحتى بعض الأشياء التي كانت تستعمل في التسمم، يعني كله واش يعني الجرانة البلدية، الصدى ديال الحديد، عليهم أشياء كثيرة هكا كانت تتوكل. عاد نشوفوا أشياء ديال الميت، الأظافير، والفرقش ديال الحمار، والشعر ديال الثعلب، ويعني التي تباع الآن، التي تباع هناك الآن عطارة مازالين كيبيعوا هذه المسائل، كيبيعوا مازال كيبيعوا. لو قلت لي أعطيني شي حاجة باش نقضي الأعراض يعطيك، هذه مازال كتباع الآن، مازال كتباع، وهذه هي المصيبة عندها. فأشياء اللي وقفنا عليها هو أن اولا كاين ما نسميه بالسيمبتوماتولوجي، ما نسميه مثلا يعني العلامات الظاهره التي تبين على ان هذا التوكل، فحالات لاصحابها كيصبح عندهم غير وهم انهم مكلين، هما ما مكلينش، لان المكل عليهم غالبا ما اولا كيكون عنده نحوله، فقد يعني كيفقد الوزن ديالو، كيفقد القوه ديال الجسم على مستوى الوظائف كلها، كيتشقوا الاظافر ديالو، كيتشقوا، كيطيح له الشعر، كيبقى عنده المشكل ديال تاكل في الانف من الداخل، تياكل تيطيب ليه نيفو من الداخل، كيطيبوا ليه الشفار ديال عينيه، كياكلوه ودنيه من الداخل، على ان هذه علامه ظاهره، ولكن اغلبها ان الشعر والاظافر ملي كيتجعدوا كيكون، رغم انهم كيتجعدوا كذلك حتى من عوز في الفيتامينات وبعض العناصر. يعني ولكن تكسر الاظافر، لكن هذه بشكل اخر، يعني حتى الجلد بعد الناس اللي مكلين مزيان حتى الجلد ديالهم كتولي فيه نيكروز، تيبقى يتقشر الجلد ديالهم، تيبقى يتقشر، وكيكون نحوله يعني كيولي ماكر بزاف، يعني كيضيع الوزن، وحتى التنفس ديالو كيتغير، كيبقى يتنفس بواحد الصعوبه، يعني بحال يعني بحال نيت مريض جدا. وكاين حالات اللي ما كتبينش علامات، كاين حالات ما كتبينش علامات، السيد مكل مالو، اما كيبقى يتقيا، اما عليين ما كتجيش الشهيه، ما كاين ما ينامش في الليل، ما كتوقع له حالات، ولكن يعني حالات اغلبها كتكون حالات ظاهره. فجميع الاشياء اللي عندهم الليثيوم طالع في الدم، الى شي واحد دار التحليله وبالمناسبه بان له الليثيوم طالع في الدم، غالبا الليثيوم كيجي من الاشياء الكيماويه الخطيره اللي كتجي من، اما ربما يكون توكل طبيعي، ربما كان ياكل شي حاجه هو طبيعيه، يعني غير تصادف معها في شي اكل ولا في شي حاجه، ما غسلش شي حاجه ولا حاجه، ربما ياكلها طبيعيا، وربما تعطاه لغرض ما، يعني اللي كنسميه حنا فيزي. فهذه ممكن، والله يعني الان الاخ العلوي كان قبل قليل كان تيقول لي القريص يفيد، نعم القريص يفيد، لماذا؟ لان القريص هذا اللسعات ديال النحل تسبب انتاج الهيدروكورتيزون داخل الجسم، ومنها الميليتين، ومنها واحد المكونات هي ضد هذه الاشياء، لكن ازاله هذه الاشياء من الجسم صعبه جدا. لماذا؟ لان اذا كان تسمم كيماوي مثل غادي يكون مثل الميركير والارسنيك، فهو كيمشي للشحم، كيمشي يدخل الشحم ديال الجسم وتيبقى تم، ما تيبقاش يزول، يعني كاين اللي كيقول لك حكاره تقياه ردو، وما كيبقاش في المعده، المعده ما تتبقى فيها حتى شي حاجه، ما كتقبض حتى حاجه، كلشي اللي كتكال كتمر، انما كيمشي للشحم. هذاك التقيؤ غير حاله احدثت لداخل، اللي ربما هي اللي ان شاء الله غادي من ها يجي، هذا هو كيبلوكي الامتصاص، ما كيبقاش الجسم يستافد من الاكل ديالو، اول ما يحدث نيكروز في ليستوما، يعني في المعده وفي الامعاء. فكاين الان تقريبا تصنيف ديال الاعشاب اللي ضد هذه، وجدت ما بين 32 حتى 36 عشبه اللي لازم تجمع وتعطى لهذا الشخص مع العسل. بطبيعه الحال العسل ما محسوبش،
لان العسل هو اللي غادي يدخل. انما اللي بغى يتاكد عندكم كلكم تمشيو ديروها تسحب لكم كلكم مكلين قليل. اللي بغى يتاكد هو انه يجوع اما يفيق مع الصباح ويدير تجربه، اما يجوع النهار كله ويدير يعمل تجربه مع العشيه، فياخذ مقدار تقريبا 80 حتى 100 غرام ديال العسل طبيعي جيد مع شيء قليل من الماء. هنا في هذه الحاله غتقلوا الماء، يعني قليل من الماء مغلى ويكون باقي دافي غير باش يتخلط العسل شويه باش يترشح باش تشرب. خذ 100 غرام ديال العسل شويه دافي، لان الا سخنتي العسل مشى المفعول ديالو، خاص الماء يكون دافي شويه، وتاخذوا 100 غرام يعني تقريبا 100 غرام نصف كاس ديال العسل مع شيء من الماء، ثم تشرب هذا الخليط في اما مع الصباح من اللي تفيق، اما تجوع النهار كله تعمل تجربه في العشيه، ثم تنتظر 10 أو 15 دقيقة. إذا كان تقيؤ فأنت بك شيء، ما فيهاش هذه تجربة حقيقية. لماذا؟ لأن العسل يرغم الجهاز الهضمي للامتصاص، فإذا كان مسدود، كانت هذه الأشياء مسدودة، فهذا العسل سيرجع ويخرج معه اللي كنسميه لوسيك جاستريك، هذه العصارة المعدية غادي تردها معه، غادي ترد. ولكن ستستمر في التقيؤ، ربما شي واحد يتخلع، ستستمر في التقيؤ يعني 5 و6 و7 مرات. من بعد هذا التقيؤ على الاقل تشرب ماء مغلى ويكون دافي شوي، يكون ما يكونش بارد، يكون علي، يكون ما باردش ماشي سخون كثير، تشرب ماء كثير، تشرب نصف لتر ولا لتر ماء صافي، وما تاكلش، ما كاينش اكل، يعني تنتظر ساعه وساعتين من بعد منها عاد يكون اكل، والاكل ما يكونش اكل اي اكل، يكون اكل خضر ولا حاجه بسيطه، ثم عسل ثاني يعني تشرب عسل ثاني، وتستمر في العمليه حتى يهدأ التقيؤ. هذا اذا يعني العمليه نجحت ان شاء الله، من بعد منها غادي يزداد الوزن ديالك، وغادي السمع ديالك يولي جيد، وغادي كاع الوظائف تعاود ان شاء الله تحيا. والا ف 32 عشبة الآن ضد تسمم اللي خاصة تجمع، لقيت وجدت منها عندنا في ناحية الشاوية وجدت منها تقريبا 18، باقى خاصيني 12 إن شاء الله. كاينة في النواحي ديال الخنيفرة كاين أعشاب جبلية لربما ناخذهم، فيعني نحن نفكر إن شاء الله في إنشاء يعني مستوصف ولا مستشفى ولا عيادة ولا أي محل يعني يكون فيه هذا الطب البديل. ومن جملة الأشياء اللي غادي ناخذها بعين الاعتبار يكون جناح خاص الطب ديال التوكال، لانه مازال ما كاينش لا في الغرب ولا في المغرب ولا في اي بلد، الا بعض الحالات في الهند، بعض العيادات في الهند وبعض الطرق في الهند وفي الصين، نعم كاين هنا القضيه ديال التوكال، لان عندهم هما توكال من نوع اخر في الصين وفي الهند. ولكن عندنا احنا حتى في امريكا اللاتينيه كذلك عندهم مشاكل، لكن ماشي بالطريقه اللي عندنا في المغرب. الطريقه اللي عندنا في المغرب طريقه شويه بشعه، ويجب أن يكون فيها يعني قوة في البحث العلمي وقوة في إيجاد الحل، والحل العاجل، لأن حالات تتكاثر وتزداد، يعني تزداد، هذا هو المصيبة. يعني عندنا حالة ما كانتش تكثر كتزداد. احنا المدرسة عادي لا سكولاري، الناس كيتقيدوا في المدرسة بداو تيقراو تيعرفوا شنو كاين، ولكن باقي عندنا جهل على مستوى يعني هذا هو المصيبة. باقي عندنا مشاكل ما نكروهاش، لازم نعمل جادين ان شاء الله باش نلقاو لها الحل، لان هي مرض كجميع الامراض. كاين حالات ما كتبينش علامات، السيد مكل مالو، اما كيبقى يتقيا، اما ما كتجيش الشهيه، ما كاين ما ينامش في الليل، ما كتوقع له حالات، ولكن يعني حالات اغلبها كتكون حالات ظاهره.